بص يا شباب، بالنسبة للقبر والهندسة في ثالثة إعدادي هو منهج بسيط أوي، ماشي؟ عندنا منهج القبر ومنهج الهندسة، بسيط جدا وانتم مذاكرينه كويس أكيد، يعني برضو إيه ما لحقتوش تنسوا ولا حاجة. بس هنا في حاجة برضو عايزين احنا نقولها، الصوت مش واضح أو بيقطع، مش عارف هو الصوت انا سامع كويس كده؟ ماشي خلاص يا جماعة، يبقى احنا عندنا المنهج بسيط قوي، هو جبر وهندسة، ماشي، ومنهج صغير الترم الاول بتاعكم، منهج صغير لان انتوا هتمتحنوا ان شاء الله يوم 8/8، ماشي، انتوا هتمتحنوا ان شاء الله يوم 8/8، صح؟ 8/8 هتمتحنوا جبر، وفي 10/8 هتمتحنوا هندسة، ماشي. طريقة المراجعة بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي؟ طريقة المراجعة، طريقة المراجعة في الرياضيات بالذات، طريقة المراجعة بتاعتها بتبقى حل تمارين وامتحانات، حل اختبارات، ماشي؟ دي طريقة المراجعة بتاعت الرياضيات، ومن خلالها بنقدر نفتكر المنهج كله، ماشي الكلام؟ طيب حاضر. ومن لا هي كامله، هي مظبوطه قدامك اهي، ادي صفحه وادي صفحه كمان، خدت بالك؟ ومن خلالها طبعا، من خلال حل الاختبارات نقدر نراجع المنهج كله، ويكفيك لو انت حليت مثلا 5 اختبارات جبر مع 5 اختبارات هندسه، واخد بالك؟ 5 جبر وخمسة هندسة، وإذا كان فيه في الهندسة حفظ القوانين، تمام؟ يبقى احنا كده ايه؟ تمام قوي، ماشي. وفي بعض المسائل اللي هتلاقيها موجودة في الامتحان ومتكررة ما بتتغيرش، ودي طبعا انا هقول لكم عليها دي بنعمل فيها ايه، ماشي. بص يا شباب، نبدأ كده الاول بالراحة، واحدة واحدة نشوف هنعمل ايه. في الاختبار الأول اللي قدامنا ده زي ما احنا شايفينه كده اهو، الاختبار واضح طبعا قدامك اهو يا جماعة شايفينه. الاختبار الجميل اللي قدامنا ده احنا عايزين نحل الامتحان ده. طب احنا لما نيجي نحله مش لازم يا مستر يبقى عندنا خلفية؟ اكيد انتوا عندكم خلفية، واكيد انتوا طلبة شاطرين، تمام؟ في بقى حاجة احنا هنحل اختبار زي ده، ماشي؟ وإذا كان في وقت كمان نحل اختبار تاني، وتحل أنت برضو اختبارين في البيت مع نفسك، اتفقنا كده؟ تلاقي نفسك ماشي بتفتكر معايا واحدة واحدة. طب بالنسبة لآخر سؤال اللي هو السؤال الإحصاء ده هتشوفوه في الامتحان، ده سؤال اكيد في الامتحان، بس احنا مش هنشتغله دلوقتي عشان ده هيضيع وقت كتير، ده هنعمل له حصه منفرده لوحده، ماشي الكلام؟ طب ما تيجي كده بالراحه الاول نراجع واحده واحده على المنهج بتاعنا. طب يلا نشوف كده. بيقول لك ايه بقى؟ بص انت هتلاقي الامتحان بتاعك عباره عن كده، السؤال الاول في 6 اختيارات، ده نظام الامتحان اللي انت شايفه قدامك ده. ده نظام الاختبار اللي هتشوفه بالظبط. السؤال الأول فيه 6 اختيارات. السؤال الثاني ألف وباء، السؤال الثالث ألف وباء، الرابع ألف وباء، الخامس نفس الكلام ألف وباء. ده نظام امتحانك اللي هيجي لك بالظبط، اتفقنا؟ طب ما تيجي نشوف ونحل سوا، ويا ريت الفيديو ده يتشاف مرة واثنين وثلاثة. سؤال بس لحضراتكم جميعا كده، الشاشة واضحة ولا مش واضحة؟ لو الشاشة مش واضحة عند حد يقول الشاشة قدامي اهي، الامتحان قدامي هنا، وهنحل الامتحان هنا، هنا هنكتب الإجابة، اتفقنا؟ طيب نيجي بقى يا شباب واحدة واحدة كده نشوف الامتحان بتاعنا. ماشي، طيب
نشوف بقى يا شباب الامتحان بتاعنا بيقول ايه. السؤال الاول بيقول لي الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة لمجموعة من المفردات تسمى ايه؟ واحدة واحدة بقى. الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة ده اسمه المدى. اسمه ايه؟ المدى. ايه هو المدى؟ اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة، ده المدى. طيب ماشي، هل ممكن يجيب المدى سؤال تاني مش بالشكل ده؟ طبعا انا عرفت الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة اسمها المدى، يعني اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة. طب ممكن يقول لي ايه مدى القيم؟ 5 8 7 9 4 هو نقط. هنا بقى يبقى انا جاي اعرف احل، اقول له المدى هو اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه. اكبر قيمه 9 ناقص اصغر قيمه 4 يطلع المدى ايه؟ 5. ده اسمه المدى. يبقى اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه اسمه ايه؟ اسمه المدى. ماشي؟ طيب خلاص يا جماعه. طيب يبقى كده خلصنا ده. يبقى ده اسمه الجزء الاول في الاحصاء. هو جابه لي بسرعه اهو في مساله سهله بسيطه اللي هو المدى اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه. ماشي، تعالوا السؤال اللي بعده. بيقول لي الداله داله س بتساوي 6 س اس 5. نكبر الشاشه دي شويه بتاعتها اهي، صح كده عشان تشوفه كويس اهو. بيقول لي بقى هنا ايه الداله 6 س اس 5 ناقص 2 س اس 7 زائد 3 س ناقص 5 من الدرجه الكام؟ لو جاب لي داله زي دي الدرجه هي اكبر اس في المساله، وهنا اكبر اس 7 يبقى دي من الدرجه 7. خلاص تمام. طيب ماشي، نيجي برضو للسؤال اللي بعده. بيقول لي إذا كان نون سين بتساوي 3 ونون صاد بيساوي 5 فإن نون سين في صاد جاهزة. إيه؟ سين في صاد. 3 في 5 بإيه؟ ب15. سهلة خالص، حاجات بسيطة جدا. ماشي، تعالوا للي بعدها. بيقول لي الوسط المتناسب للعددين. السؤال ده هتلاقوا النماذج اللي احنا بنحلها دي شبه بتاعه الامتحان بالظبط، وهي هتلاقوا منها باذن الله في الامتحان مش هيخرج عنها ان شاء الله. وهبعت لكم الملزمه دي على الجروب بعد الحصه. الوسط المتناسب للعددين 2 و8. ايه الوسط المتناسب؟ الوسط المتناسب بيساوي موجب او سالب جذر ضربهم. الوسط المتناسب بيساوي موجب او سالب جذر ضربهم. ماشي، يبقى هنا الوسط المتناسب للعددين بيساوي موجب او سالب جذر ضربهم. يبقى حط موجب او سالب. 2 في 4 2 في 8 ب 16 جذرها كام؟ 4. طب سؤال بقى مستر، طب افرض ما حطيناش الموجب او سالب، لا هنقص درجه كامله. اتفقنا؟ لو ما حطيناش الموجب او سالب هنقص درجه كامله. يبقى كلمه الوسط المتناسب لعددين موجب او سالب جذر ضربه. طيب ماشي، تعالوا للسؤال اللي بعده. نشوف دي كده خلاص كتبنا نمسحها. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ اذا كان ا على 3 بيساوي ب على 5. يبقى المقدار ده أ زائد ب على 2 س فإن س بتساوي إيه؟ والله السؤال ده له حل سريع جدا جدا جدا، منتهى الجمال. ماشي؟ أنت بتعمل إيه؟ بص بص، هنا مديك أ وتحتها 3 وب وتحتها 5. صح؟ طب ما نعمل حاجة سهلة وبسيطة. له ثلاث طرق في الحل. تعال نشوف طريقة. هعوض عن الألف بتلاتة وعن الب بخمسة. عوض عن الألف بتلاتة وعن الب بخمسة.
يبقى لما تيجي تعوض عن ألف بثلاثة وب بخمسة يبقى 8 على 2 س. 8 على 2 س بتساوي أحد الطرفين دول. طيب واحد يقول لي لا أنا إحنا ما كناش بناخدها كده، ما أنا أقول لك تعمل إيه. بص عوض هنا ب3، ها وهنا بكام؟ ب بخمسة، يبقى 8 على 2 س، 8 على 2 س، كأن 2 س بتساوي 8، يبقى س تطلع بكام؟ بس مباشر كده، خدت بالك؟ بسيطة جدا، تعويض على طول واختصر. ممكن تعملها بطريقة تانية تريح نفسك. تعمل إيه؟ ما إحنا قلنا بقى ليها طرق كتير، الطريقة اللي تعجبك حل بيها، ما هي اختيارات. أو أكمل فوق 8، بص بص وتحت 2 س، اختصر دي فيها الأربعة دي فيها الواحد، يبقى س بكام؟ بأربعة، خلاص كده. ماشي؟ طيب كده خلصنا المسألة. سهلة خالص ما فيهاش أي حاجة. تعالى ننزل تحت. بيقول لك الزوج المرتب س ناقص 1 و11 بتساوي 8 وص زائد 3، فإن س زائد 2 ص. بص هنا الأول بيساوي الأول والتاني بيساوي التاني، يبقى الأول بيساوي الأول، س ناقص 1 بتساوي الأول ب8، يبقى هجيب هنا الناقص 1 بزائد 1 يبقى س ب9. حل المعادلة. طب وبعدين التاني بيساوي التاني، التاني اللي هو ايه؟ ص زائد 3 بيساوي 11. طب دي بحلها ازاي؟ بتجيب الزائد 3 هنا بعكس الإشارة، ناقص 3 يبقى ص ب8. انت جبت س ب9 وص ب8، احطها هنا اعوض بقى هنا. بص يبقى اقول له جذر س زائد 2 ص، اجيبها ازاي دي يا مستر؟ صعب. لا 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 خالص، انت خلصت. السين ب9 اهي، سين يبقى اشيل السين واحط 9، زائد 2 في الصاد ب8، هجيب الناتج ده بالآلة الحاسبة، وانتم معاكم الآلات الحاسبة، يبقى الناتج 5، يطلع هنا 5، خلاص تمام. طيب اللي احنا اشتغلناه ده يا شباب ده السؤال الأول، الاختيارات اللي حضرتك هتشوفه في الامتحان، شوف زيه بالظبط في الامتحان أهو. وأنا كده في كل نقطة براجع على درس كامل، يبقى أنا في الست نقط راجعت على ست دروس، تمام كده؟ طيب ماشي. افرض دلوقتي يا مستر وأنت بتحل أنا نسيت، تعمل إيه؟ عيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة، مفيش أي مشكلة، هتفهم والدنيا معاك هتبقى زي الفل. طيب ندخل بقى على السؤال اللي بعده الجميل جدا جدا جدا، إيه هو؟ بصوا يا شباب أنا كل نقطة بقولها لكم أنا عارف بتيجي في الامتحان ولا ما بتجيش، فكل اللي أنا بشتغله هتلاقيه في الامتحان ومتكرر، تمام؟ أميرة اتفضلي يا أميرة تحت أمرك. أميرة اتفضلي. أميرة بتسأل فين أميرة؟ حاضر أميرة هنا، اتفضلي يا أميرة. شكرا يا مستر. يا مستر السؤال رقم 2 في الاختيارات اللي هو بتاع الدرجات، اما الاسس ما تنفعش تجمع مع بعضها؟ ما ينفعش يا أميرة لأن ما بينهم زائد أو ناقص. سؤالك جميل، سؤال أميرة جميل، يدل على إنها طالبة ذكية. بتقول لي هنا يا مستر الأسس ما جمعناهاش ليه؟ بصي يا أميرة، بصي خدي بالك من اللي أنا هكتبه. لو أنا قلت 3 س أس 2 ناقص 5 س أس 4، ولو أنا قلت كده بصي 3 س أس 2 ص أس 4، خدي بالك من الفرق. لو هنا الرموز أهي منفصلة، رموز منفصلة بعيدة عن بعضها، فاهماني؟ س لوحدها وس لوحدها، بس في هنا زائد أو ناقص، يبقى آخد أكبر أس منهم، يبقى أكبر أس إيه هنا يا دكتورة أميرة؟ الأربعة، تبقى الدرجة الرابعة.
طيب إذا كان الرموز مضروبة في بعضها، يعني الرموز لازقة في بعض كده، بص س ص، يبقى في الحالة دي أجمع الأسس يا أميرة، يبقى دي من الدرجة الكام؟ يبقى كده من الدرجة 6، الدرجة السادسة. برافو عليك، فهمت يا جميل؟ شكرا يا مستر. العفو يا ست الكل. حد عايز يسأل تاني يا جماعة؟ نشوف مين تاني. بس لو ضربنا، ايوه صح كده، ماشي يا يوسف، ما هو ده اللي احنا قلناه تحت يا يوسف، ماشي يا جماعه. طيب اي سؤال، ما فيش اي مشكله، تحت امركم، المهم الحمد لله احنا نكون خارجين فاهمين، واللي انا بحله ده يتحل تاني النهارده في البيت، ماشي؟ طيب ندخل بقى نشوف السؤال التاني بتاعنا الروعه جدا. السؤال التاني امتحان، دي نقطة في الامتحان، ماشي. بيقول لي ايه في السؤال التاني؟ بيقول لي اذا كان س بتساوي، يبقى اكتبها هنا س بتساوي 2 و3 و5، وص بتساوي كام يا مستر؟ 5 و6 و7 و8، وكان ا ع ب تعني ب بتساوي ا زائد 3. انا بقى هنا يا شباب هاجي اخد اللي بعد كلمة تعني، هي دي اللي انا عايزها، يبقى هتدور في السؤال على كلمة تعني ده، هي بيقول لي تعني ايه؟ تعني ان ب بتساوي ا زائد 3. طب ما تخلي لي الكمية الكبيرة على اليمين والصغيرة على الشمال، يعني اقول لك ايه يا مستر؟ ا زائد ب بيساوي ا زائد 3 بيساوي ب. صح، هي هي، خلي لي الكمية الكبيرة على اليمين والصغيرة على الشمال. حاضر، يبقى أ زائد 3 بتساوي ب، ماشي الكلام؟ جميل، يلا بقى نحل بقى يا مستر المسألة. خلاص المسألة خلص، باللي اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي، وهل عين دالة ولا لا مع ذكر المدى، كل الكلام ده لو أنا عملت الخطوة الأولى يبقى أنا خلصت المسألة خلاص. طب ماشي، نيجي بقى هنا نصغر شوية عشان ناخد هنا ومكاننا في الحل. بصوا يا شباب، اهو بصوا هنا بقى معايا في السؤال، هعمل ايه؟ لا السؤال سهل خالص، احنا قلنا هاخد، بيقول لي ب بتساوي ا زائد 3. طب انت عملت ايه يا مستر؟ انا خدت الكبير هو خليته على اليمين. حاضر، يبقى هنا بصوا اخد اللي بعد كلمه تعني، الكبير ا زائد 3 بصوا بيساوي ب. يلا نحل الخطوات. رقم واحد مخطط سهم، خد بالك من اللي بعمله، رقم واحد هتعمل مخطط سهم، هتعمله ازاي؟ هتعمله كده بإيدك عادي خالص، مش أي حاجة، أهو بإيدك كده، وتكتب هنا س وهنا ص. حاضر، وبعد كده س بكام يا جماعة؟ 2 و3 و5، وص بكام يا جماعة؟ 5 و6 و7 و8، ماشي. المسألة اللي أنا بعمله ده لو أنا خلصتها يبقى أنا خلصت المسألة. يقول لي أ زائد 3 بيساوي ب، هاخد عدد من هنا وأجمع عليه 3 ويديني اللي قصاد، يعني كل عدد من دول بصوا أجمع عليه 3. أهو أجمع عليه 3. أجمع عليه 3. اتفقنا؟ يبقى هنا عملنا إيه؟ بصوا أنا خدت الكبير، الكمية الكبيرة على اليمين. يبقى ده أ، كل عدد من دول اسمه أ، أجمع عليه 3 يبقى زائد 3. يلا. يبقى 3 زائد 2 كام؟ 5، يبقى وصل كده، شايف السهم؟ طب 3 زائد 3 6، 3 زائد 5 8، خلصت، يبقى كده عملت أول حاجة مخطط سهم، يبقى رقم واحد مخطط سهم، رقم اتنين بيان عين. بيان عين هو مجموعة جواها أزواج مرتبة بالشكل ده. في كام سهم هنا؟ 3، يبقى في عندي 3 أقواس. في عندي 3 اقواس. ايه هما؟ ايوه برافو، 2 و5. ها؟ 3 و6. 5 و8. برافو، خلصته؟ انا كده خلصت خالص، طالما انا فهمت ده يبقى انا خلصت. رقم 3 هو بيقول لي ايه بقى؟ بص بص في المساله يا شباب، اكتب بيان عين، كتبت بيان عين. ومثلها بمخطط سهم، وادي المخطط سهم، مفيش عندنا ترتيب على فكره، رتب زي ما انت عايز. هل عين داله؟ انا عايز حد
يرفع ايده يقول لي هل عين دالة ولا مش دالة؟ عشان ده هتاخدوها في تانية ثانوي. ها هتاخدوها في تانية ثانوي على فكرة، ده على فكرة ده أول درس في تانية ثانوي. ده أول درس في تانية ثانوي. هل عين دالة ولا مش دالة؟ ده في ناس كتيرة رفعت إيديها، جميل. أنا مستني ناس أكتر. في ناس كتيرة رفعت إيديها، برافو عليكم. في ناس جاوبت على الشات، في ناس رفعت إيديها. نختار حد من الناس اللي رفع إيديها، نختار الدكتورة آية أسامة. يلا يا دكتورة آية، دالة المفروض ولا مش دالة يا آية؟ ايوه ده اللي. ايوه دالة. ليه يا ست الكل؟ علشان اللي هي كل عنصر في س له صورة واحدة في ص. برافو عليك، ممتازة. يبقى هنا كده زي ما الدكتورة آية قالت فعلا يا مستر، دي دالة، لأن كل عنصر من سين له صورة. لا خدي بالك بقى هنا يا آية، كل عنصر من سين خرج منه سهم واحد فقط إلى صاد. تمام يا جميل؟ كل عنصر تمام من سين خرج منه سهم، لكن ممكن يكون العنصر هنا خدي بالك أهو، لو خرج منه سهمين تبقى دالة؟ لا لا مش دالة. طب لنفرض الاثنين ما خرجش منها سهم خالص تبقى دالة؟ لا ما تبقاش ده غلط. برافو. يبقى كل عنصر من سين له صورة واحدة، أو كل عنصر من سين خرج منه سهم واحد، يبقى هنا تقول له نعم دالة. لو قال لي السبب هنقدر نقول زي ما آية قالت، أو نقدر نقول لأن كل عنصر من سين خرج منه إيه؟ سهم واحد فقط إلى عناصر صاد، أو كل عنصر من سين له صورة واحدة فقط في صاد. كل الإجابات دي صح. تمام. بيقول لي رقم 4، ثم أذكر المدى. أنا عايز اللي عارف يا شباب يقول لي إيه هو المدى، يرفع إيديه. على فكرة أنتوا شاطرين، أنا مبسوط منكم. فاكرين في ناس جميلة رفعت إيديها. دكتورة آية إحنا متشكرين يا ست الكل. إحنا عايزين نشوف حد تاني من الولاد بقى. محمد ماهر، محمد ماهر اتفضل يا حماد. يا باشمهندس محمد، محمد ماهر اتفضل يا ايوه محمد. عليكم السلام. المدى ايه يا حماده هنا؟ اللي هو العنصر اللي بيروح للسهم اللي هو 5 و6 و8. الله ينور عليك يا باشمهندس. 5 و6 و8. شوفوا هنا يا شباب، ايه هو المدى؟ العنصر اللي راح له السهم، السهم راح عند الخمسه، راح عند السته، راح عند الثمانيه. برافو عليك يا باش مهندس محمد، اشكرك يا جميل. خلاص يا جماعه السؤال اتفهم، ده سؤال جاي انا بقولها اهو، مش السؤال ده اللي جاي، السؤال النوعيه دي جايه، انتوا فاهمين؟ يقدر يغير بقى في السؤال زي ما هو عايز. ممكن يقول لي الف بتساوي ب، الف اس 2 بيساوي ب، فاهمين؟ الف زائد 3 بيساوي ب، هو حر. او ممكن يقول لي ايه بقى يا جماعه، معكوس ضرب. لما اجي اسال الاثنين معكوسها الضرب كام يا جماعه؟ نص، 1/2. طب الثلاثه معكوسها الضرب 1/3. طب الواحد معكوسه الضرب 1. طب الصفر مالوش معكوس ضرب، اخد بالي من الحته دي، الصفر مالوش معكوس ضرب. طب ممكن يقول معكوس جمعي؟ الاثنين معكوسه الجمعي ايه؟ -2. طب الثلاثه معكوسه الجمعي؟ -3، وهكذا. اتفقنا؟ تمام. ادي سؤال امتحان باذن الله على الشكل ده. طيب برافو. ممكن، حاضر حاضر نورهان، حاضر يا نورهان. نشوف الآنسة نورهان، اتفضلي يا نور اسألي يا جميل. بعد إذن حضرتك يا مستر، لو مثلا السين اتفضلي. فيها صفر والصاد فيها صفر وهو طالب إن ألف بتكون المعكوس الضرب، ساعتها ما اخدش صفر وصفر؟ ما ينفعش يا ست الكل، لأن ألف الصفر ملوش معكوس ضرب. تمام، شكرا يا مستر. العفو يا ست الكل. الدكتورة نورهان سألت سؤال جميل، يعني أنت مثلا قايل لنا يا مستر معكوس ضربي وجايب السين فيها صفر والصاد فيها صفر، ينفع أوصل؟ لا ما ينفعش، لأن الصفر ملوش معكوس ضربي، لكن لو معكوس جمعي أوصل عادي. إيه فهمت يا نور؟
ماشي يا ست الكل. طيب ننقل على السؤال اللي بعده. طبعا انا همسح السؤال ده لانه عندكم بقى متسجل في الفيديو، تشوفوه زي ما انتوا عايزين. نمسح كده نشوف سؤال تاني جميل جدا. ماشي يا شباب، السؤال اللي بعده في منتهى الروعة. بيقول لي إذا كان باء وسط متناسب بين ألف وجيم اثبت أن. في ناس بقى هتقول لي يا مستر ده السؤال ده كان تقيل قوي على قلبي. بالعكس، تعال بص معايا. لو قال لك باء وسط متناسب بين ألف وجيم تعمل إيه؟ حد فاكر؟ أكيد أنا واثق الناس شاطرين. أيوه برافو عليك، ده في ناس ما شاء الله فاكرة ورفعت إيديها. برافو برافو، أنا مبسوط منكم على فكرة. إن شاء الله أنتوا هتبقوا ممتازين في ثانوي، عشان أنتوا طالما ممتازين في إعدادي يبقى ممتازين في ثانوي. طب نشوف الناس اللي رفعت إيديها. مين رفع إيده؟ مين رفع إيده؟ تمام، في هنا أو الآنسة سلمى. يلا يا دكتورة سلمى. هقول ألف على باء بتساوي باء على جيم وأساويهم ساكن. برافو عليك ما شاء الله عليك يا سلمى. طيب نشوف بقى هنا يا جماعة، بصوا زي ما أنتم عارفين باء وسط متناسب بين ألف وجيم، يعني الباء في النص هنا، يبقى هنقول ألف على باء بتساوي باء على جيم بتساوي ثابت وليكن اسمه ايه؟ ميم. يبقى هنيجي نقول يا شباب بصوا خدوا اللي فوق، يبقى باء بتساوي ميم جيم والف بتساوي ميم جيم تربيع. اخد بالي من دي كويس. خلاص انا كده حليت السؤال. يبقى الف اهو خدوا بالكم، على باء بتساوي باء على جيم بتساوي ميم ثابت. يبقى هبدا من ورا من هنا، يبقى باء بتساوي جيم في ميم وألف بتساوي جيم في ميم تربيع. اتفقنا؟ ماشي. لا لا يا تريز، هقول لك انا جبر بس وبعديها الهندسة بس. خلاص يبقى باء بتساوي جيم في ميم وألف بتساوي جيم ميم تربيع. ايوه. طب بعد كده يا مستر هنعمل ايه بعد كده؟ خلاص هناخد الطرف الأيمن والطرف الأيسر. الطرف الأيمن لوحده اللي احنا هنكتبه اللي هو بصوا ألف أس 2 زائد باء أس 2 على باء أس 2 زائد جيم أس 2. ماشي خلاص، يبقى ألف أس 2 زائد باء أس 2 على باء أس 2 زائد جيم أس 2. يلا نعوض. ألف فين يا جماعة؟ ألف أهي، ميم جيم الكل أس 2. يبقى خدوا بالكم انا بعمل لها اس 2 برضو تاني، يعني هنا بصوا ميم جيم اس 2 الكل اس 2 زائد الباء اس 2 تتكتب ميم جيم اس 2. اتفقنا؟ طب ان شاء الله مش هنغلط فيه ما تقلقوش، هتحلوه كلكم صح باذن الله، وبعد ما نخلص قولوا لي فهمتوه ولا لا. اتفقنا؟ يبقى انا هنا عملت ايه؟ شايفين ادي الخطوه الاولى. الخطوة الثانية بياخد الطرف الأيمن والطرف الأيسر. أنا هوسع لكم الصفحة دلوقتي بقى. ألف ميم جيم أس 2 ميم جيم الكل أس 2، باء ميم جيم الكل أس 2 برضه، على باء أس 2 فين الباء هنا؟ ميم جيم، يبقى ميم جيم الكل أس 2 زائد جيم. ده جيم ملهاش تعويض هنا، أنا بعوض عن ألف وباء فقط، يبقى الجيم أس 2 صفر. خلاص؟ تعالوا بقى للخطوة الحلوة الأخيرة. هننزل الأس ده على كل رمز فيهم. يبقى يا جماعة ميم أس 2 جيم أس كام؟ أنا عايز حد يقول لي، أنا مش كاتب. جيم أس كام؟ اللي عارف يرفع إيه؟ ده في ناس شاطرة رفعت إيديها. اللي عارف يرفع إيه؟ في ناس بتكتب معايا. عسل، برافو عليك. برافو أميرة رضا، دي شكلها كده ممتازة. وسلمى وما شاء الله ومحمد، ده انتوا ما شاء الله عليكم، ايه الحلاوه دي؟ طب نشوف عبد الله فاروق، اتفضل يا عبد الله.
عبد الله فاروق. الصوت مقفول عندك ولا ايه؟ يا عبد الله. طيب ماشي، ايه خلاص ما فيش مشكلة. يبقى ننزل الأس، يبقى أس 4 زائد ايه برضو هنا الأس هينزل هنا وهنا، يبقى ميم أس 2 جيم أس 2. تحت نزل برضو الأس، ميم أس 2 جيم أس 2 زائد جيم أس 2. بعد ما نعوض ناخد عامل مشترك على طول، يبقى تعويض وعامل مشترك، تعويض وبعد التعويض ايه؟ ايوه عامل مشترك. اتفقنا؟ بعد التعويض ناخد ايه؟ عامل مشترك. ايه هو العامل المشترك هنا اللي هناخده؟ برافو برافو، العامل المشترك اللي هو دي، ايوه ميم اس 2 ايم اس 2. ميم اس 2 اهي هتطلع، وجيم هنا 4 وهنا 2 هناخد جيم اس 2. خدنا الميم اس 2 بره، والجيم اس 4 خدنا منها 2، يتبقى جيم اس 2 زائد دي كلها خدناها بره، يبقى مكانها 1، محدش ينسى، هنا بينسوا الواحد يا جماعه. طب هنا ميم اس 2 جيم اس 2 زائد جيم اس 2، لا يطلع جيم اس 2 بس، صح. يتبقى ايه؟ ميم اس 2 زائد 1. في ناس هتقول لي صح يا مستر، ده فعلا حضرتك، احنا كنا بننسى فعلا يا مستر، ده احنا كنا بننساه فعلا، صح كده؟ ايه معايا يا شباب؟ طيب تاني عشان في ناس بتقول احنا مش فاهمين الحتة دي، نرجع ورا تاني. انا علشان خاطركم نقعد في المسألة ساعة لو عايزين، مش هيهمنا حاجة. بص اتفضلوا، ايه حد عايز يسأل في حاجة؟ قول يا أميرة. أميرة خير، اسألي. نعم، التربيع المفروض يكون على الميم؟ ما هو التربيع على الميم. احنا عملناها على حاجة تانية؟ احنا عملناها على الجيم. هنشوفها حاضر. عشان يكون في عامل مشترك في الاتنين، والميم تربيع ناقص واحد تروح مع بعض. مش قصدك على الجيم، عشان هي الجيم اللي تحت اهي، ما انا فاهم قصدك اهي. اهي بصي شايفه دي؟ اهي اهي، نكبرها لك تاني. بصوا يا جماعه، يبقى خدوا بالكم الخطوات معايا. حاضر، خليكي معايا يا امير. تعويض، خدوا بالكم عشان ايه؟ انا عايز اعرف الخطوات. تعويض عشان في ناس قالت لي ان احنا ما كناش فاهمينها زمان، نفهمها دلوقتي. تعويض، هناخد هنا ألف أس 2 زائد ب أس 2 على ب أس 2 زائد ج أس 2، صح؟ شيء كده؟ طيب شوف كده، ها قلنا يا جماعة هنا إن ب بتساوي ج في م، وألف بتساوي ج م تربيع، صح؟ أيوه. ألف يبقى هنا حتى نعدلها، ألف بتساوي ج م تربيع، أهي نكتبها بترتيبها علشان ما نغلطش. ألف بتساوي أهي ج م تربيع، وب ج م. إحنا على فكرة يا جماعة ميم ج هي ج م، مفيش مشكلة، خدوا بالكم. التربيع يكون على الميم. يبقى أول تمام، أول خطوة هنعوض، تعويض يلا. ادي الالف اللي هي ج م تربيع، ج م تربيع، الكل ايه يا جماعه؟ تربيع اس 2 زائد بالظبط الباء، الباء اللي هي ج م، الكل اس 2 على باء تربيع، باء اللي هي ايه؟ مين تربيع؟ باء ايوه، ج م الكل تربيع زائد ج تربيع، صح الكلام؟ رقم 2 عامل مشترك، بس الاول يا مستر ما انا فكها، تعال بقى فكها من فوق من هنا عشان ما تضيعش وقتك. اقفل يا عبد الله هنا، يلا يا جماعه فكوا لي دي كده، تبقى ايه؟ ها ج اس 2 م اس 4، صح؟
اهي بالظبط، يبقى نمسحها علشان نكتب، نكتبها بقى اهي عشان ما ناخدش خطوه كمان. يبقى جيم قص 2 ميم قص 4، يلا نزلوا لي القص هنا. يبقى جيم قص 2 ميم قص 2، جيم قص 2 ميم قص 2، نزلوا القص هنا. يبقى جيم قص 2 ميم قص 2، صح اهو عشان ما ناخدش خطوه ثاني. يبقى جيم قص 2 ميم قص 2. يلا بقى ناخد العامل المشترك. قلت لنا في عامل مشترك يا مستر؟ اه في عامل مشترك، اتفضلوا. ايه اللي هيطلع عامل مشترك من هنا؟ جيم قص 2، ومن الميم في ميم قص 4 وميم قص 2، هاخد ميم قص 2 الصغيره. طيب خدنا جيم قص 2 خلاص، ميم قص 4 خدنا منها 2، يتبقى ايه يا جماعه؟ ميم قص 2 زائد 1 زائد 1، تمام؟ زائد 1. رحت فين؟ اهو. في ناس هتنسى هنا الواحد، يعني في ناس بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه غلط، بيكتب جيم اس 2 ميم جاي عامل كده. بصوا في ناس بتنسى كده وتعمل كده، تعمل كده، لا غلط يا جماعه. في هنا واحد لان في زائد، يبقى اخد من كل جزء لوحده العامل المشترك بتاعه، يبقى هنا في زائد واحد. طب يلا تحت، ايه تحت مشترك؟ جيم اس 2. طلع جيم اس 2، يبقى ميم اس 2 زائد الواحد اللي انت ما قلنا عليه. طلع جيم اس 2 من هنا، يبقى ميم اس 2. طلع جيم اس 2 من هنا، يبقى واحد. يلا نختصر، جيم اس 2 مع جيم اس 2، دي كلها مع دي كلها، يتبقى ايه يا جماعه؟ ميم اس 2، صح، يتبقى ميم اس 2. ايه ده؟ بس ده يا مستر اللي احنا سميناه في الاول اسمه الطرف الايه يا اخوانا؟ الايمن. طب فاضل الطرف الايه؟ الايسر. لازم يطلع ميم اس 2 هو وراه، يبقى هنا الطرف الايسر برضو نفس الحكايه، رقم واحد تعويض، ده الف على جيم مش كده؟ الطرف الايسر الف على جيم، صح اهو الف على جيم. يلا طب ما حضرتك قايل لنا ان الف بتساوي ايه؟ جيم ميم اس 2 فوق، صح؟ على جيم، جيم مالهاش تعويض، شيلي دي مع دي، يبقى الناتج ايه يا جماعه؟ يبقى الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر. اقول له اذا الطرفين متساويين. سهله المساله، هي مساله جميله جدا جدا جدا، وطالب من حضراتكم، عشان في ناس بتقول ان المساله صعبه، لا احنا طالبين من حضراتكم ان شاء الله باذن الله تفهموا المساله، المساله سهله جدا. اتفقنا كده؟ طيب ماشي، نيجي نشوف السؤال اللي بعد. مثل بيانيا. لا لا لا، انتوا اساتذه بقى في التمثيل البياني، عارفين المساله دي. مثل بيانيا س ناقص واحد تربيع، حيث س تنتمي للفتره من سالب واحد لثلاثه، ومن الرسم اوجد راس المنحنى ومعطله محور التماسك. عارفينها يا جماعه؟ اسمها تناسب متسلسل يا سلمى. تمام. نيجي بقى للسؤال الثالث. مثل بيانيا. نحل ايه؟ ما احنا حليناه. ما هي دي اسمها تناسب متسلسل. تعالوا نشوف مثل بيانيا، تمام؟ انتوا عارفين دي، لما نيجي نمثل دالة س بتساوي س ناقص واحد تربيع في الفترة من سالب واحد لثلاثة،
ماشي كلام. المسائل التمثيل البياني والإحصاء هنخليها في نهاية الحصة، اتفقنا؟ عشان دي تاخد وقت، فايه ومحتاج انا اركز معاكم فيها قوي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان س بتساوي س على ص بتساوي 2 على 3، اوجد قيمة 3 س زائد 2 ص على 6 ص ناقص س. نعم، في حد رفع ايده؟ عبد الرحمن. ايوه عبد الرحمن اتفضل. السلام عليكم يا استاذ. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل خير، قول انا سامعك. ايوه بس استنى، اذا كانت صاد ايه دي؟ مش هي رقم 4؟ لا يا عبد الرحمن، احنا في رقم 3 ب. معلش اسف. طيب اول هيبقى س هيبقى أو هيبقى س... 3 ب، هتبقى س هي اللي تساوي 3 والص هي اللي تساوي 2. برا. طب نشوف كده. ماشي، نسمع حد تاني كده. عبد الرحمن ريز هاند. ماشي، نورهان، في حد رفع ايده تاني؟ سلمى، في حد تاني رفع ايده يا جماعه عايز يسأل في حاجه؟ طيب انا ممكن اختار حد من الناس اللي ما رفعتش ايديها. نشوف كده اروى. اروى يا انسه. اروى اروى السلام عليكم يا اروى. يا اروى اروى ما ردتش عليا. فين اروى يا جماعه؟ معايا في السؤال ده يا اروى؟ يا اروى ماشي، نشوف حد تاني بدل اروى. نشوف في اسماء. يا اسماء، يا اسماء. ايوه يا مستر. ازيك؟ الحمد لله كويس. ازيك يا اسماء؟ ايه رايك في السؤال ده يا سمسم؟ س على ص بيساوي 2 على 3، اوجد نعمل ايه؟ فاكره؟ قولي يا سمسم. الاول س هتبقى بتساوي 2 وص بتساوي 3، بعدين هنعوض. كلامك جميل يا سمس، صح. ها، برافو يا سمس. في حد عنده كلام تاني يا جماعه؟ ده لا كلام. ماشي، انا قلت اروى واروى ما ردتش فقلنا اسماء، صح؟ ما ردتش. لا اروى ما ردتش فقلنا اسماء. فين اروى؟ طب فين اروى؟ اروى اي اروى ما ردتش فقلنا اسماء. طيب بصوا بقى، طب نشوف احنا كده، حد عنده اجابه هنا يا جماعه؟ حد عنده اجابه؟ عبد الله فاروق رفع، اتفضل يا عبد الله. أنست. اتفضل. ألو. أيوة أنا سامع. يلا. بص هو مستر، هو مش سؤال بس أنا بتلخبط في المسائل بتاعة التناسب المتسلسل ده. حاضر، اللي هي زي اللي إحنا حليناها دلوقتي دي؟ أيوة. قاعدها أجيب لكم كذا مسألة منها. حاضر. ماشي، شكرا يا مستر. حد تاني يا جماعة عايز؟ سلمى محمد. سلمى محمد، يلا يا دكتورة سلمى. هقول س بتساوي 2 ميم وص هتساوي 3 ميم وهنعوض. برافو عليك يا سلمى. على فكره سلمى دي ان شاء الله هتدخل كليه الطب باذن الله.
يعني انا وانتوا كلكم ما شاء الله عليكم، بس انا ببقى في بعض الناس كده من اجابتهم الواثقه ببقى مبسوط منه، زي ما شاء الله في اميره واسماء يعني في ناس لذيذه هنا، فاحنا هنتعرف على الكل باذن الله. بصوا يا جماعه، في هنا اجابه ظريفه، الرمز مع العدد. بص، س هتساوي 2 بس اقول له 2 م، وص هتساوي 3 بس 3 م لان دي نسب. س هتساوي 2 م وص هتساوي 3 م ونعوض. بصوا بقى، بس في بقى حاجه انا عايز اقول لكم، حاجه جميله قوي يمكن اول مره تسمعوها، حاجه لذيذه قوي. هتكتب كده س بتساوي 2 م وص بتساوي 3 م، وتكتب كده ونعوض مع حذف الميم. ايه ده؟ ايوه، ما انت في الاخر كده كده هتشيل الميم، فتقدر تكتبها وتعوض مع حذف الميم. بكلمه نعوض مع حذف الميم دي تاخد الدرجه النهائيه. طب افرض شلت كلمه مع حذف الميم، هنقص نص درجه. اتفقنا؟ يبقى ما انساهاش. يبقى تعالوا نعوض، يلا نعوض. 3 في س، يبقى بصوا اهي 3 في س، ده س ب 2 زائد 2 في ص، ص ب 3، 6 في ص، 6 في ص، 6 في 3، ناقص س ب 2. باستخدام الآلة الحاسبة بتاعتك تحل المسألة، يبقى دي 6 زائد 6 12 على 18 ناقص 2 اديني 16، وتقدر تختصر بالآلة الحاسبة، أنت كده حليت. اتفقنا؟ يوسف بيرفع ايده، اتفضل يا يوسف. هو دلوقتي احنا في الاول عوضنا بالسين بتساوي 2 ميم والصاد بتساوي 3 ميم، وبعدها قلنا هنعوض مع حذف الميم. طب هو احنا ينفع من الاول اصلا يعني ما نحطش الميم اصلا من الاول ونعوض على طول بالسين بتساوي 2 والصاد بتساوي 3؟ هتنقص نص يا يوسف، ما انا لسه قايل لو ما كتبتش دي هتنقص نص، لان الميم دي نسب، لان السين بتساوي 2 ميم مش بتساوي 2، لان دي نسب يا يوسف، لازم يتكتب الميم. س على ص دي نسب، اكتب الميم هنا وما تكتبهاش في المساله مش مشكله، بس تكتب لي مع حذف الميم، نعوض مع حذف الميم. خدت بالك يا يوسف؟ تمام، شكرا. ماشي يا باشمهندس. في اي اسئله يا دكاتره الاولاد والبنات؟ يعني شكرا. طيب نكمل. شفتوا الامتحان احنا بعمل ايه؟ بمسك المساله وراجع لك على الباب كله بالمساله الواحده. طيب بعد ما خلصنا دي ندخل على حاجه تانية. نمسح ده بقى. طبعا انا مش ناسي الناس اللي طلبت مني مراجعه التناسب المتسلسل، لا مش ناسي، ما تقلقوش. مستر، هو حضرتك بتراجع الدروس من الكتب ولا هو اختبارات بس بنحلها؟ لا انا براجع. لا انت ما تراجعش من الكتب، هو الاختبارات ده اجمل طريقه لمراجعه الرياضيات، واخد بالك؟ لان انت هتعمل ايه؟ انا هديكم مثلا حوالي 5 اختبارات في الجبر و5 اختبارات في الهندسه، ماشي؟ هتدخل تلاقي امتحانك صوره طبق الاصل من اللي انت حليته. اتفقنا؟ اتفقنا. صوره طبق الاصل، لان الرياضيات انت عارف الرياضيات حل طبعا. طب يلا يا دكاترة، السؤال رقم 4 بيقول لي إذا كان ص وعمل كده، أنتوا عارفين دي معناها إيه؟ ده اسمه إيه؟ سلمى محمد رفع إيده. تتناسب طرديا. طب نسمع سلمى محمد. إيه اسمه؟ تناسب عكسي. برافو، اسمه تناسب عكسي. في ناس رافعه ايدينا وبتحل تغير. ماشي، اسمه تناسب عكس، متغير عكس. جميل، نسمع. جميل ماشي، ده يا جماعة اسمه تغير عكسي. في التغير العكسي أنا بعمل إيه؟ بصوا شوف طريقة الحل دي، أنا باخد أول سطر من السؤال، الحد قبل كلمة أوجد، هو ده اللي أنا بحل عليه السؤال. يبقى بعمل ايه؟ بصوا بصوا، بقول له ص عكس س، ص بتساوي م على س، م بتساوي ص س، اهي ثلاثه ورا بعض كده.
اتفقنا؟ صاد عكس سين، صاد بتساوي ميم على سين، ميم بتساوي صاد سين. طب وبعدين يا مستر بصوا بقى، وبعدين عوض بالارقام منين؟ اهي صاد باتنين وسين بستة، صاد باتنين وسين بستة، يبقى اقول له ميم بتساوي، انت قايل لي صاد باتنين وسين بستة، يبقى ميم بتساوي 2 في 6 ب 12. خلاص يبقى اكتبها كده بقى، بصوا صاد سين بتساوي 12. خلاص صاد سين بتساوي 12. على فكره انا اعمل حاجه لذيذه عشان اشوف الناس اللي صاحيه، اللي فهم الحته اللي انا كتبتها يرفع ايد، هشوف كم واحد من ال 23 اللي معايا رفع ايد، او ال 22 اللي فهمها يرفع ايد. اشوف كم واحد من ال 22 ولا ال 21 اللي معايا رافع ايد. دول بس؟ ها؟ نشوف الناس. طب في عبد الله فاروق مش رافع ايدك؟ مش فاهمها؟ عبد الرحمن، عبد الله، انتوا ايه نايمين ولا ايه؟ الولاد مش رافعين ايدهم خالص. طيب مريم، يا مريم فاهمها؟ مريم يا ماشي. طيب جميل، تاني يا جماعه مش فاهمها، في ناس، في ناس بيروح عندها الصوت خالص. ماشي مش فاهم دي. نشوف نشوف بتتعمل ازاي. ماشي بص، صاد هو مديها لك صاد عكس سين، دي اسمها تناسب عكسي، تغير عكسي. صاد عكس سين، يبقى انا اقول له ايه؟ صاد بتساوي، اشيل التغير ده واقول له ميم على سين، اضرب طرفين ووسطين، طرفين ووسطين، يبقى ميم في واحد بميم بتساوي صاد في سين. وقفت لحد هنا، اجي اعوض بقى صاد باتنين وسين بستة، 2 في 6 ب 12، يبقى ميم بتساوي 12. خلاص يبقى ترجع تكتبها فوق تاني، يبقى صاد صاد س بتساوي 12. فهمت يا عبد الله؟ ايوه مستر. بعد كده بقى تيجي تعمل اللي انا بعمله ده، هتقول له ايه؟ صاد بيساوي 12 على س، وس بيساوي 12 على ص. خلاص تمام. وبعدين بعد كده يا مستر خلاص بقى، شوف هو عايز ايه بقى، يقول لك اوجد العلاقه. خلاص ما انا جبتها، هي دي اسمها العلاقه، ده اسمها العلاقه. ثم اوجد قيمه، نشوف هنا عايز قيمه ايه. ثم اوجد قيمه س عند صاد ب 8. اوجد ايه 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 ايه؟ بص بص، قيمه س عند صاد ب 8. خلاص يبقى هاجي هنا، هو عايز س، يبقى هقول له س بتساوي 12 على 8. خلصت. سهله؟ ايوه بس كده، اتفقنا؟ ماشي. طبعا المس البيانيا بتاع الداله من الدرجه الاولى دي لا مش عايزينها، احنا بنمثل الدرجه الثانيه بس، عندنا السنه دي الدرجه الاولى دي نزلها، هو اولى اعدادي. خلاص شوف السؤال اللي بعده برضه، انا مش ناسي طلبات الناس. اكتبها ازاي في المقام؟ س بتساوي ص 12 على 12 على 8. مسألة تانية يا جماعة على التغير العكسي ده، بصوا مسألة إضافية.
إذا كان يمكن بس الصوت، إذا كان ص عكس س وكان ص بيساوي 5 عند س بتساوي 8، أوجد العلاقة ثم أوجد قيمة ص عند س بتساوي 4. هذه مسألة سهلة عايزين نحلها سوا. هذه مسألة سهلة ماشي. هنعمل ايه في المسألة العادية دي؟ اهي في ناس رفعت ايديها عشان تحل. حاضر، شوف مين هم اللي رفعوا ايديهم عشان يحلوا. في سلمى محمد، عبد الرحمن، أميرة، صافية. يلا يا باشمهندسة صافية، يا صافية اتفضلي حلي، افتحي الصوت. يلا يا ست صفية هلي. ده صوت مين اللي فات؟ طيب أحلى ماشي، همشي نفس الخطوات. بصوا بصوا، صاد حضرتك سامعني؟ أنا سامعك، اتفضلي. يلا اتفضلي يا ست الكل سامعك. أنا سامعك يا صفية، أنا سامع. اتفضلي. ص بتساوي ميم على س. تمام، يبقى ص بتساوي ميم على س، يبقى ميم بتساوي س ص. تمام صح. يلا نعوض بقى، ص بكام؟ ص بخمسة وس بتمانية، يبقى نقول له ص س بتساوي 5 في 8 ب 40، صح؟ ايوه. انت سامعاني ولا ايه؟ ايوه سامعني. طيب ص س بيساوي 5 في 8 ب 40، خلاص. ايه الخطوه الاخيره بقى؟ هفصل كده، هعمل كده، اقول له ص بيساوي 40 على س اللي بره على جوه، وس بتساوي 40 على ص. طب نكمل قرايه السؤال. اوجد العلاقه، خلاص هي دي العلاقه. ثم اوجد قيمه ص عند س ب 4. هو عايز ص، يبقى اجي عند الص اقول له ص بتساوي 40 على 4، بالآلة الحاسبة تطلع كام؟ 10. تمام؟ ادي السؤال يا جماعة. جميل 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 ماشي. شوف حاجة تانية. خلاص كده؟ كده في الفيديو يا ريت تشوفوه. طيب نمسح بقى السؤال ده علشان عايز اقول سؤال اخر، عايز سؤال جديد مش موجود معانا هنا. ايه هو؟ بصوا، اذا كان صاد وعمل كده، وكان ص بيساوي 5 عند س بتساوي 12، اوجد ص عند س بتساوي 6.
في ناس رفعت ايديها، في ناس رفعت ايديها، في ناس ما رفعتش ايديها. طب نشوف ناس ما رفعتش ايديها، نختار ناس. اخر حد الدكتوره او الباشمهندس. طب نشوف ادهم، اتفضل يا باشمهندس ادهم. ادهم ادهم في عنده مشكله في الصوت. الانسه تيريزا، يلا يا دكتوره تيريزا. رحت فين؟ يا دكتوره تيريزا تحت. في ناس على فكره الصوت عندهم مش واضح. حاضر، اوكي. طيب ماشي يا ست الكل، ماشي خلاص. حاضر. انا بس اسالك سؤال، تقولي لي نوع التغير ده طردي ولا عكسي؟ ولا يهمك يا ادم. تمام، برافو، مظبوط كده، جميل. التغير ده يا جماعة طردي، التغير ده طردي. ما يبقوا صاد بعد كده يبقى طردي، يبقى اقول له يبصوا، صاد طردي سي، صاد بيساوي ميم سي، ميم بتساوي صاد على سين. اهي لازم ابقى حافظها صم واعرفها اهي بالظبط كده ورا بعض. انا عايز اشوف دي في الامتحان كاتبينها كده، صاد طرد سين، صاد بتساوي ميم سين، ميم بتساوي صاد على سين. يلا نعوض، صاد بكام؟ بخمسة، على سين بكام؟ باتناشر. خلاص يبقى هقول له صاد على سين بتساوي خمسة على اتناشر، خلصت بس كده. فهمنا؟ صاد على سين بتساوي خمسة على اتناشر، كده خلصت. بس اخر نقطة بقى، اوجد صاد عند س بست. خلاص يا مستر ده سهل، بص معايا، هات ص يبقى هسيب ص عند س بكام؟ بست، بتساوي 5 على 12. يبقى ايه؟ هضرب طرفين في وسطين، او اعملها كده، شوف الحته الجديده دي، ص بتساوي شرط الكسر، اللي قصاد الص 12 تبقى تحت، وفوق 5 في 6 ب 30، واجيب الناتج بالآلة الحاسبة. خدوا بالكم من الحاجات اللي انا بقولها، حاجات جميلة ومختصرة وبسيطة، لان هو ده المنهج المصري بتاعنا، منهج سهل وبسيط ومختصر دلوقتي، فكل الحلول دلوقتي حلول مختصرة، ما بقاش في حل زي زمان ان احنا نطول، وده هتشوفوه ان شاء الله السنة كاف، سنة اولى ثانوي، ما فيش حلول خلاص كده طويلة كده، لا ده هو الحل خطوتين وبس. ماشي؟ ماشي. نيجي بقى نشوف السؤال الخامس، ده انا كده على فكره رجعت معاكم المنهج، يعني انتم ما شاء الله شاطرين. ممكن تاني؟ صح، 2:30، ماشي يا جميل. ممكن تاني؟ حاضر اهي اهي. هتقول له بص، ص طرد س فاصله، ص بتساوي م س فاصله، م بتساوي اللي بره على اللي جوه، ص على س، وهتقول بتساوي، هتعوض عن الص اهي قصادها بخمسه، والسين قصادها ب 12. خلاص انت لو وقفت لحد كده تمام، انت كده جبت نص المساله. يبقى ص على س بتساوي 5 على 12. ممكن اعمل حاجه لذيذه قوي، هقول له ايه؟ ص بتساوي 5 على 12 في س، اهو اللي فوق
بيساوي 5 على 12 في اللي تحت. يلا هات لي صاد، يبقى صاد بتساوي 5 على 12 في س اللي هي ب 6، وهاتها بالآلة الحاسبة. طيب هيجي طالب بيقول لي طب افرض يا مستر هو عايز س. بص بقى معايا، لو عايز س هتعمل كده، يبقى تقول له س بتساوي 12 على 5 في ص، تعكس. يبقى لو عايز س هتعكس، يبقى تقول له 12 على 5 في ص وتعوض. ماشي. طيب السؤال اللي بعد كده، انا عايز حد يجاوب يقول لي س بيساوي، طبعا قلت في الاخر خالص هنحل الاحصاء، بيقول لي س بيساوي 2 و3 و5 وص بيساوي 4 و6، عايز س في ص، اللي عارف يرفع ايه؟ السؤال ده سهل بقى خالص، على س في ص ده سهل خالص 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 يعني. كويس، في دول بس. حاضر، يلا نسأل بقى، نسأل الناس اللي عايزه كده. في هنا زياد، عندك صوت يا زياد؟ الرياضة هتزيد في واحد من الاثنين. يا زياد الصوت يا بنات، زياد مش هنا. طيب نعم، في عندنا مريم، يلا يا مريم. ايوه يا مستر. يلا يا ست البنات، انا عايز اضرب س في ص، اضربها ازاي؟ هنفتح مجموعه ويبقى زوج مرتب 2 و4، برافو، 2 و6، برافو، و3 و4 و3 و6، برافو، 5 و4 و5 و6، ممتاز صح. هنفتح بقى ازواج مرتبه كلها زي ما انتم عارفين، وهنقول له 2 و4 2 و6، 3 و4 3 و6، 5 و4 5 و6. برافو يا مريم، تمام تمام تمام، كلام جميل. في مشكلة؟ طيب نشوف بقى، احنا كده خلصنا الامتحان الأول، وطبعا احنا سايبين فيه حاجتين مش هشتغل فيهم من دلوقتي، اللي هو التمثيل البياني اهو والايه والاحصاء، دي ممكن نقولها بكره مفيش مشكله خالص. انا دلوقتي كده رجعت معاكم على المنهج كله دلوقتي. طيب ما تيجي نعمل حاجه ظريفه تاني. ايه هي؟ بس معلش نرجع دي لاصلها. لا عايز بس اعمل حاجه. بصوا يا جماعه، ما تيجي ناخد كمان اختبار، ايه رايكم؟ ماشي، كمان اختبار. ماشي. طب انا هعمل معاكم حاجه جميله، ايه رايكم؟ الاختبار ده ما عدا، بص، ما عدا دي وما عدا دي وما عدا دي دلوقتي، ماشي، هتحلوه دلوقتي وهحله معاك، وهسيب لكم فيه هسيب لكم فيه ربع ساعة وانا قاعد معاكم مش هروح بعيد، ماشي، وهيبقى الحل في ايديكم، وبعد الربع ساعة هحله معاكم سوا، ايه رأيكم؟ ماشي؟ حلوة اللعبة دي؟ هتنزل يا أدهم بعد الحصة بس. حاضر يا نور. حاضر. ها؟
احله معاك ولا تحلوا انتوا يا جماعه؟ الناس ما ردتش ليه؟ احل انا ولا تحل انت؟ مع بعض. ها استنى كده 10 دقايق تحلوه وبعد كده احله معاكم. احنا نحله مع بعض. تقول ايه؟ اسجل ايه؟ ما اقدرش اسجله. نحله مع بعض يا جماعه ولا تحلوا لوحدكم؟ نحله مع بعض. ماشي يلا يلا هحله معاكم اهو. يلا يا خير مين يحل معايا؟ مين يحل؟ يلا نحل. أميرة؟ طيب افتحي يا أميرة. اتفضلي يا أميرة. أميرة تفضل. الصوت قفل ولا إيه؟ أميرة تفضلي افتحي الصوت. أنا أهو افتحي يا أميرة وجاوب. مين هيجاوب؟ المايك مش بيفتح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك الله يعطيك العافية أستاذ. السؤال الرابع. السؤال الرابع. أي سؤال؟ لا لا أنا قايل لهم هيحلوا ده ما عدا دول. لا دول مش النهاردة. دول هنرجع لهم بكرة بإذن الله. يعني أكمل السؤال الأول. الخامس ده. يعني السؤال الأول. طب أنا هلا أي واحد بدي أسأل؟ دي إحنا راجعنا. أي حد مش مشكلة إحنا عادي. طيب السؤال الأولاني. الأول. أي سؤال؟ الأول. السؤال الأول. الثاني. النقطة. السؤال والأول شيء نعمل جداء طرفين يساوي جداء الوسطين. تمام. أيوه. تمام. جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. تمام تمام. يعني 6000 زائد 3 باء يساوي 5000 زائد 5 باء. تمام. بعدها بنحط الأشياء المتشابهة جنب بعضها. بس تمام تمام تمام. يبقى الصوت بيروح بس. 3 باء وباء يبقى 2. تمام. 2 باء. طب نكتبها؟ بعدها نقسم ألف. نكتبها سوا؟ ايوه نكتب. بالظبط. يبقى هنقول اهي طرفين وسطين يبقى 3. 3 في 2 ب 6 ألف زائد 3 باء زائد 3 باء يساوي 5000 زائد 5 باء. تمام. ونجيب الالف مع الالف والباء مع الباء. تمام كده 5 باء. تمام يبقى 6000 ناقص 5000 بيساوي 5 باء ناقص 3 باء صح. 5 باء ناقص 1000 6000 ناقص 5000 الف يبقى هنا ألف 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 يساوي وهنا 2 باء. 2 باء إذا ألف على باء يساوي 2. ألف على باء يساوي 2 صح. اللي هي 2 على 1 بتساوي 2. إجابة جميلة.
تمام. الاسم ايه بقى؟ السؤال الثاني. طب أيوة. ثانية واحدة علشان ثانية واحدة علشان ندي فرصة للجميع. حاضر، يبقى هنا اتنين. طب الاسم ايه؟ مين اللي معايا؟ بوسينة. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. بوسينة، انت ثانية واحدة، ثانية واحدة، انت منين يا ست البنات؟ انا من سوريا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. لا بس انت ما شاء الله عليكي متفوقه، ما شاء الله عليك. شكرا. نحن اللهم صل على النبي في السعوديه اللي جايين زياره صاروا يدرسوا المسار المصري. تمام تمام تمام. لا لا شكرا لكم كثير. لا ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. طب خليني احل الثاني. اتفضل حل التاني. اتفضل. النقطة ناقص 3 4 السينات، يعني محور السينات ناقص 3 4 العينات، إذا بالربع الثاني. هي السينات والصادات، مش السينات والعينات. جميل تمام. السينات. طيب في الربع تمام. الثاني طبعا. برافو. طبعا عايزين نعمل لها شكل علشان نقدر نحل عليه. تمام. بصوا جميعا كده، احنا طبعا عارفين هنا ان ده اسمه الربع الايه الاول، هنا الربع الثاني، هنا الربع الثالث، الربع الرابع. جميل. طيب في شكل ظريف قوي ممكن احفظ بيه، طبعا انا فاهمها بس انا بقى عايز اجيبها بسرعه، فممكن اعمل ايه؟ بصوا معايا هنا يا جماعه كلكم، هنا السينات دي القسم الموجب، وهنا القسم الايه السالب، والصاد هنا القسم الموجب، والصاد هنا القسم الايه السالب. تمام كده. جميل تمام. لما نيجي يا جماعه يديني اي زوج مرتب، اي زوج مرتب انا باخد اشاراته، بتريحني قوي، باخد اشاراته. لو مديني الاشارتين موجب وموجب، الاشارتين موجبتين، يبقى انا في الربع الكام؟ الاشارتين العددين موجبتين، يبقى في الربع الأول. الاول. تمام. لو مديني الاشارتين العددين سالبتين، يبقى في الربع الكام؟ الثالث. خدوا بالكم يا جماعة، لو مديني هنا اهو في الربع الاشارة السين سالبة والصاد موجبة، سالب وموجب يبقى في الثاني، لكن هنا اهو الافقي وبعدين الرأس موجب وسالب، يبقى في الربع الكام؟ الرابع. تمام تمام. احل الثالث. طب حاضر، ثانية واحدة بس، اما هنا نكتب دي سالب وموجب، يبقى في الربع الكام؟ السالب الثاني. طيب يبقى كده. اذا في حد من الزملاء بده يشارك عادي، انا بنسحب يعني، او وانا احل الثالث عادي. لا لا احنا كلنا هنشارك. حاضر، بس المهم ان يكون الجميع فاهم، بالذات نفهم الحته دي عشان هنلاقيها بره. طيب اقرأ السؤال الثالث يا ابو سعيد. اذا كان دال س يساوي 3 فان دال ناقص 4 يساوي ايضا 3، لانه ما عندي متغير. هيك اتخيل. ايوه. لا اسمها دال ايه؟ لانه ثابت ثابت. ايوه يعني العدد 3 ما فيه سين. تمام. اسمها دالة ثابتة، فبنكتبها 3 كما هي. تمام كما هي. ماشي. ها نسأل بقى، ندي فرصة بقى للآخرين، اللي عارف يجاوب واللي مش عارف يقول. ها شكرا. السؤال اللي بعد سين على العفو يا ست الكل.
الحمد لله ربنا يخليك. سين على خمسة بتساوي صاد على سبعة، فإدنا قيمة المقدار ده نجيبه إزاي يا جماعة؟ اللي عارف يرفع إيده. ده في ناس رفعت إيديها بسرعة ما شاء الله عليك. ثلاثة دي يا أحمد، ده اللي سين بتساوي ثلاثة، الثلاثة دي عدد اسمه عدد ثابت بينزل زي ما هو، لأن ما فيش جنبه سين، مش ثلاثة سين مثلا أو خمسة سين. طب نشوف الناس اللي رفعت ايديها. محمد، طب في واحد هنا ما قالش، محمد عباس. محمد عباس اتفضل يا محمد يا عباس. هيبقى س هيساوي خمسة. برافو. وص هيساوي سبعة. برافو. الناتج هيطلع هاي الناتج في آخر حاجة يعني. آخر حاجة هيطلع تسعة. تسعة. ماشي يا دكتور محمد، أشكرك يا حميد. شكرا. عايزين بقى برضو مين هنا سؤال جميل، هو اللي مش هيعرف وأزعل منه. خمسة سين أس اتنين زائد سبعة من الدرجة الكام؟ اللي عارف يرفع إيده. انا بحاول اختار ناس ما قالتش علشان الكل يبقى ايه ما يزعلش مني، انا مش عايز حد يبقى خارج زعلان مني، انا عايز الكل متجاوب، لان انا شايف قدامي بسم الله ما شاء الله مجموعه من المهندسين والدكاتره زي العسل. في هنا مين ما قالش؟ زياد. ايه يا زياد مش عايز تقول لي ولا عندك الصوت مش باين؟ برافو ماشي، تطلع الدرجة الثانية. تطلع الدرجة الثانية، أنت محترم يا زياد، مش عايز تسمعني صوتك لك يا زيزو. لا أنا مش زياد. أمال أنت مين؟ أنا عبد الله. ماشي يا عبد الله، شكرا يا باشمهندس عبد الله. عفوا مستر. السؤال اللي بعده، ص بتساوي 5 على س، فإن ص تتغير، تغير طردي ولا عكسي؟ ص بتساوي 5 على س. اللي مش هيقولها هزعل منه بقى، ده سهل خالص، ده انتوا دكاتره في الموضوع ده. الله يخليك يا عبد، انت محترم. ها مين يا جماعه؟ طب نختار كده اسامي كده. هتبقى تغير عكسي. تغير عكسي ماشي. اللي موافق على انها تغير عكسي يرفع ايد. ما شاء الله انت عسل يا دكتور امين، انت صح يا باشمهندس، تغير عكسي، برافو عليك يا با جميله. طيب جميل، خلاص اتفقنا. سؤال للجميع، فاهمين حكايه الربع الاول؟ يعني الاشارات موجب وموجب في الربع الاول دي، فاهمينها؟ فاهمينها؟ لا انا مش بفهمها، انا حافظها. ايوه انت حافظ. ما انا واخد بالي يا جميل، ان انت ما انت لازم تحفظها، ان هي لو موجب في موجب في الاول، سالب وسالب في الثالث، صح؟ الاثنين شايف قصاد بعض ازاي؟ لو سالب وموجب في الثاني، موجب وسالب في الرابع، صح؟ صح. فاهمينها؟ طب كلام جميل. يحضرني هنا بقى سؤال، ايه هو؟ حاضر حاضر يا محمد، يحضرني سؤال. ايه هو بقى السؤال؟ بص يا شباب، طالما احنا بقى ايه كده، احنا كده بنراجع على المنهج، يبقى نفتكره سوا. بصوا معايا هنا، السؤال ده هيعجب الناس اللي بتذاكر قوي. بيقول لي اذا كانت النقطه الف ناقص 3 وب ناقص 2 تقع على محور السينات، فإن ب بتساوي ب. ايه رأيك في السؤال الحلو ده؟ انا بنراجع المنهج بقى، ما انا بفتكر كل نقطة بنراجع بها المنهج. حاضر حاضر حاضر،
مين يحل؟ بيقول لي إذا كانت النقطة ألف ناقص تلاتة وباء ناقص اتنين تقع على محور السينات فإن باء بتساوي إيه؟ باء بتساوي اتنين. جميل جميل. طيب محور السينات سي بس. نعم أقول يا مستر؟ قول يا ست الكل. بس مين اللي معايا؟ أميرة؟ اه قولي. قولي يا أمير. عشان هو بيقع على محور السينات معنى كده ان الصادات بصفر، يعني اللي هو باء ناقص 2 هتساوي صفر، يعني باء هتساوي 2. باء هتساوي 2 يا مستر. تمام تمام صح كده. تمام. طبعا قال لي محور السينات يبقى الصادات ده التاني ده هو اللي بصفر، يبقى باء ناقص 2 بصفر، يبقى باء تطلع بكام يا جماعه؟ ب 2. خلاص. طيب في بقى هنا سؤالين هخليكم تحلهم لوحدكم دلوقتي لوحدكم، وبعد خمس دقائق هقول يلا نحلهم تاني. اهو اللي هتحلهم لوحدكم، ادي سؤال وادي سؤال، التاني باء والرابع باء والتالت الف وباء. اللي انا عامل عليهم دوائر دول يا جماعه قدامكم فيهم خمس دقائق وبعدين نرجع نحلهم تاني. يلا. حاضر حاضر.
أستاذ السؤال عفوا السؤال رقم 3 إذا كان صاد 5 هاي ولا صاد ضرب 5؟ لا 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 هنا فين؟ هنا؟ سؤال رقم 3 سؤال رقم 3 الثالث السؤال رقم 3 هنا إذا ده؟ كان صاد 5 ده؟ أصغر من سين دي؟ هنا؟ ايوه صاد طرد سين تغير طرد تغير صاد ضرب 5 ولا ايش؟ لا لا مش ضرب لا صاد تتغير طرديا بتغير سين كده يعني بصي هذا الرمز يعني هذا الرمز للتغير الطردي تغير الطردي طيب بس ممكن توضح لنا بس بعد إذنك بعد شوي شو يعني تناسب متسلسل وشو يعني هذا الرمز إنه تغير طردي قصدت فيه يعني شكرا
نحل سوا. نحل بقى ان شاء الله سوا كده عشان احنا قلنا فين؟ قلنا هنا. خلاص، برافو عليك، برافو عليك. في ناس كتيرة خلصت، برافو. جميل. طيب أحل أنا بقى وتأكدوا إجابتكم معايا. إحنا قلنا ناخد السؤال الثاني يبقى سين واحد وأربعة وسبعة، يبقى إحنا قلنا هنا ناخد اللي بعد كلمة تعني زي ما احنا اتفقنا، ألف زائد باء أصغر من سين. وقلنا إيه؟ بنعمل هنا السين وقصادها هنا الصاد. السين بواحد وأربعة وسبعة، صح؟ السين بواحد وأربعة وسبعة، والصاد صفر ثلاثة أربعة ستة. جميل، نوصل. بيقول لي ألف زائد باء أصغر من ستة. طب نسمع بقى نشوف مين الشباب اللي رفع دي. ألف زائد باء الشباب اللي رفع عليها، برافو عليكم. طيب نسمع كويس، ناس كتير رفع عليها. خلاص ماشي، يبقى نحل سوا. سلمى محمد، اتفضلي يا سلمى، افتحي الصوت عندك. سلمى محمد، سلمى. نعم، الو. اتفضلي يا سلمى. واحد هيكون مع صفر عشان نجمعهم، واحد زائد صفر يديني واحد اصغر من ستة. واحد مع ثلاثة، واحد مع ثلاثة، واحد مع أربعة، واحد مع أربعة، بس. وأربعة مع صفر، وأربعة مع صفر. أربعة مع حاجة تاني؟ لا. طب شكرا يا ست الكل. بيان عين، كملي معايا يا سلمى، هاتي بيان عين. بيان عين هيبقى واحد وصفر، واحد و... كمل. واحد وصفر وواحد وتلاتة وواحد وأربعة، وأربعة وصفر. ماشي يا ست الكل. طيب شكرا يا دكتورة سلمى. آية يوسف، دلة ولا مش دلة يا آية؟ آية يوسف، آية يوسف، المفروض ليست دلة. يبقى ليست دلة، خلاص. بس ليس الدالة بدون أسباب طبعاً، طبعاً لأن ألف خرج من أكتر من عنصر، مش هنا مش بيحتاجها يعني. طيب هسأل هو لو حتى لو ما طلبش مننا سبب إن هي دالة أو مش دالة، عندي لو قلته براحتك. آه طبعاً مفيش أي مشكلة. طيب هنا بقى هسأل سؤال جميل جداً جداً جداً، ليس الدالة، طب فين المدى؟ المدى المفروض المدى صفر. هو ماشي خلاص. قول. طيب طالما ليست دالة يبقى ما فيش مدى. لا،
إذا كانت الدالة ليس إذا كانت العلاقة ليست دالة فإن ملهاش إيه؟ مدى. المدى في حالة الدالة فقط. ماشي؟ المدى في حالة الدالة فقط. تمام. طيب خلصنا السؤال. شوف سؤال تاني. نشوف سؤال تاني. صاد طردي سين. عفوا بس ما هو بيان عين؟ يعني شو قصدت ببيان عين؟ ما احنا بيان عين هو مجموعة الأزواج المرتبة اللي هي تبقى كده. يعني كان واحد وصفر و... واربعة وصفر. ده بيان عين مجموعة الأزواج المرتبة اللي ممثلة للعلاقة. خدت بالك؟ أيوة شكرا. فهمتها يعني يا رسينة؟ أيوة أيوة واضحة. يعني واحد صفر بس عفوا بس اللي من السهم يعني اللي منطلق منه أسهم من السين لصفر. بالضبط كده تمام. أيوة. طيب طبعا دي بقى بتهيألي سهلة. صاد طردي سين. ماما صاد طردي سين مين يحلها؟ أو أي حد. انت يا مستر احلها؟ اتفضل. طيب طيب هتبقى هيبقى 12 على المجهول يساوي 36 على 60 هيساوي 20. طب ماشي نحلها براحة كده في الخطوات بتاعتها. صاد طرد س يبقى صاد بتساوي م س يبقى م بتساوي صاد على س صح؟ ايوه صح. صاد بكام؟ 36 على سين صاد ب 12 صاد ب 12 اهي على سين ب 36 صح؟ يبقى خلاص اهي يبقى صاد على سين بتساوي 12 على 36 تمام؟ هو عايز ايه بقى؟ بيقول لك اوجد صاد عندما سين ب 60 زي ما احنا قلنا يبقى نقول له صاد بتساوي 12 على 36 في سين اللي هي ب 60 بالآلة خلاص نبقى نحلها. طبعا ينفع نختصر. هنا ينفع ما انت هتجيب الناتج بالآلة هتختصر. السؤال ده سين خمسة وسبعة وصاد باربعة عايز صاد في سين مين اللي جابه؟ صاد اجاوب يا يبقى بعشرين. لا اتفضلي اجاوب يا مستر. اتفضلي. طيب الديكارت صاد صاد في سين هيكون باربعة وخمسة واربعة وسبعة. بالظبط كده برافو عليك. 4 و5 و4 و7 صح لان احنا ما بنضربش اعداد احنا بنضرب مجموعات حاصل ضرب ديكارتي بناخد الاربعه مع الخمسه والاربعه مع السبعه. فهمتوا يا جماعه؟ تمام كده. في بقى سؤال ليكوا بقى. 2 ضرب 3 بتساوي ايه؟ نقط دي بتيجي في الامتحان. بتساوي ايه يا جماعه؟ الزوجة مرتبة 2 و3. بالظبط. بالظبط. برافو عليك. يبقى دي اديني الزوج المرتب المجموعة جواها الزوج المرتب 2 و3. لكن لو واحد كتب بتساوي 6 غلط. ما ينفعش. ركزوا على دي. هامة جدا. طيب ماشي. الأخيرة طبعا دي سهلة. ألف باتنين ميم وباء بتلاتة ميم بالتعويض مع حذف الميم. صح؟ بالتعويض مع حذف الميم يبقى احنا كده خلصناه. طلعت تلاتة على الأربعة. جميل. نعم. تلاتة على الأربعة. جميل صح تمام. ستة 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 ألف على تمانية ألف هيساوي تلاتة على الأربعة. بالظبط. برافو عليكم. ممتازين ممتازين ممتازين.
مستر بعد اذنك، لو انا عملت مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي، يعني قلت ان الف على ب بيساوي 2 على 3، وبعدين قلت ان الف بتبقى بتساوي 2 على 3، هي هي صح؟ زي الفل طبعا، مفيش اي مشكله. صح تمام، شكرا مستر. يا جماعه حد استفاد حاجه النهارده؟ ايوه ايوه مستر، استفدنا كتير الحمد لله. استفدتوا الحمد لله، جزاكم الله خير. طبعا احنا هنا راجعنا كده على المنهج كله، فاضل جزئين من المنهج طبعا انتوا عارفينهم احسن مني، وهراجعهم برضو معاكم ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي. ايه هو جزء بناء على رغبة الجميع؟ هنتكلم عن التناسب العكسي والرسم البياني والإحصاء، دول اللي فاضلين لنا. اتفقنا؟ مستر ومارك كنتوا أخدتوا قبل كده رجعتوا الهندسة؟ لا احنا ما خدناش لسه هندسة. تمام. النهاردة أول حصة بالنسبة لنا. احنا إن شاء الله يا جماعة الحصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. الحصة الأولى والثانية ده جبر كله أنا رجعته معايا. اتفقنا؟ والحصة اللي نعم. ينفع المرة الجاية كمان نراجع بتاعت الدرس بتاع المقدمات والتوالي؟ احنا هنراجع ده، ما هو التناسب العكسي هداخد فيه الموضوع ده. ماشي؟ طيب. وبعدين الرسم البياني اللي هو المنحنى اللي حضراتكم عارفينه، مفتوح لأعلى ومفتوح لأسفل ومجموعة الحل بتاعته وهكذا. والإحصاء اللي هو إيه في الإحصاء؟ المدى والانحراف المعياري. مثلا انا بتلخبط في مسائل التناسب المسلسل بس، يعني عاوز تشرح كل تاني. ما هو ده اللي انا هشرحه ان شاء الله المره الجايه. حاضر، هنبدا بيه. يبقى حضراتكم باذن الله هتفكروني بقى باذن الله، هنبدا بالتناسب متناسب عكسي وبعدين نخلصه الرسم البياني. يبقى معانا اله حاسبه والاحصاء باذن الله واي حاجه جديده احنا عايزينها. بكده يبقى انا خلصنا الجبر تماما. هنعمل نفس الموضوع مع الهندسة في حصتين كمان. ممكن هنا نقوم مزودين، يعني مفيش أي مشكلة خالص، نزود لكم حصة كمان أو حصتين، نشوف حسب إحنا الحمد لله ماشيين كويس أو إيه أخبارنا أو رد على الأسئلة أو أي حاجة أنتوا عايزين. اتفقنا؟ اللي عايز أي حاجة يقول لي أنا تحت أمره. طيب هنعمل إيه بقى النهاردة؟ أنا هبعت لكم الملزمة دي اللي هي قدامكم دي، شايفين؟ اللي هو كم اختبار؟ في كم اختبار هنا؟ 5 أهو مترقمين فوق أهو مترقمين. أيوه. وبعد الاختبارات في تمارين بس دي هندسة بقى، لسه ما دخلناش على الهندسة. بص وبعد التمارين بص وبعد التمارين في كم اختبار هندسة؟ 5 اختبارات هندسة. بإذن الله الخمس اختبارات جبر والخمس اختبارات هندسة دول لو التزمتوا بيهم بإذن الله هتجيب الدرجة النهائية. إن شاء الله. اتفقنا؟ إن شاء الله. أنا هبعتهم لكم يا جماعة على الجروب دلوقتي، هبعت لكم الملف ده على الجروب دلوقتي، ويا ريت تحلوا لي الخمس اختبارات علشان وانا براجع معاكم يبقى انتم مركزين معايا فيه قوي. اتفقنا؟ تمام. طيب شفتوا بقى احنا ايه، خلصنا الحمد لله على اذان المغرب. طب يا مستر لو في حاجه وقفت معايا يعني اكلمك على الخاص ولا اعمل ايه؟ لا هو الاختبارات دي انا هرجعها معاكم بسرعه المره الجايه باذن الله. ماشي. عشان انت ما تضيعش وقتك ولا حاجه، خدت بالك؟ ماشي. انا هرجعها معاكم ان شاء الله المره الجايه بسرعه كده عشان ما تضيعش وقت. احنا هنحل 5 جبر. حل الخمسه عشان يبقى احنا كده خلاص خلصنا. حد اذنك ممكن سؤال؟ اتفضل. دلوقتي حضرتك قلت لو ما فيش لو القاعدة اللي عندي مش دالة بقول لا يوجد مدى، يعني ما ينفعش اكتب له فاي؟ ما ينفعش. تمام شكرا. لا. لان هو مش هيطلبها اصلا، هي لو هتطلع ليست دالة
مش هيطلب المدى. خدت بالك يا أميرة؟ أميرة أميرة. نعم يا مستر، أنا نورهان. نورهان معلش يا حبيبتي. لو هي مش هتطلع أصلا مش هيطلب منك المدى. فهماني؟ لأنك سواء كتبتيها أو ما كتبتهاش هي مش هيرصد عليها، مش هيرصد عليها. أنت هتعرف إزاي تحل الحجاب دي؟ تمام؟ تمام يا مستر شكرا. ماشي العفو. أنا دلوقتي هبعت أي أسئلة يا جماعة؟ نعم. أيوه أيوه. هلا وتقول أنا في تناسب طردي. الصاد متناسبة طرديا مع سين. فأنت كتبت لنا صاد يساوي ميم سين. طب إذا سين متناسبة طرديا مع صاد بتصير والسين يساوي ميم صاد؟ هي ولا هي. نفس العلاقة؟ هي هي بالضبط. صاد تتناسب طردي، هي سين تتناسب، هي هي. يعني وقت تقول انا صاد متناسبه طرديا مع سين هي نفسها سين متناسبه طرديا مع صاد بالزبط. بس هي العلاقه تختلف. يعني انا وقت قلت لي صاد متناسبه طرديا مع سين كتبنا صاد يساوي ميم سين، مش شرط ما تختلفش، هي هي بالظبط. لان هتقولي صاد بيساوي ميم سين، هي نفسها سين بتساوي ميم صاد، هي هي مش هتختلف. يعني نفس الشيء بالظبط. معناتها العكسي، معناتها العكسي بقول اذا صاد العكسي لا بيختلف ولا لا؟ العكسي بصي، العكسي بنعمل كده اهي، هي هي على فكره برضه مش بتختلف في حاجه. صاد عكسي سين، هي سين عكسي صاد، لان لما اجيب طرفين في وسطين هيطلع سين في صاد، هي نفسها صاد في سين، فمش هتفرق في حاجه بقى. انا احنا بنكتب ميم كمان، في ميم هون ولا لا؟ طبعا. ما احنا قايلين صاد هتساوي ميم على سين كده، واما اجي اضرب طرفين وسطين يبقى ميم بتساوي صاد في سين. يعني هي ميم مو واحد. بالظبط. لأنه بالأول كتبنا صاد متناسب طرديا واحد على سين ولا ميم على سين؟ لا واحد على سين. واحد على سين. نعم شكرا. نعم. يا جماعة شوفوا كده، أنا نزلت على الجروب الملزمة. وكده وصلت؟ وصلت. طيب تمام ماشي. في اي حاجة طالبينها مني يا شباب؟ بإذن الله هنشوفكم يوم الأربعاء بإذن الله في نفس الميعاد الساعة 5 إن شاء الله. اتفقنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. يلا ماشي. ما تنسوش الخمس اختبارات لو سمحتوا تتسلوا فيهم كده مع بعض. ماشي؟ ما تقلقش يا احمد لو في اي سؤال عندكم جميعا زي ما احنا اتفقنا هنحل اصلا الاختبارات دي بسرعه برضو الحصه الجايه سوا ان شاء الله. ما تقلقوا. اتفقنا؟ يلا نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. الله سلام يا استاذ. شكرا يا استاذ. العفو العفو مع السلامه.